نناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا من بروكسل السيدة وردة غانم الخبيرة في شؤون الاتحاد الأوروبي. سيدة وردة، يعني ما الذي تقرأينه في المعطيات الأخيرة حول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ لندن وبروكسل تراهنان على الوصول إلى اتفاق، لكن العثرات لا زالت موجودة. نعم، بالفعل العثرات لا زالت موجودة والعثرات لا زالت كبيرة. كل طرف يراهن على الوقت، يدرك الطرفان جيدا أن الوقت بدأ يداهمهم وأن لابد من الوصول إلى صفقة ولابد من إسكات كل المحاولات أو كل الضجيج القائم حول إمكانية الخروج بدون صفقة، الخروج بدون اتفاق أو تنظيم استفتاء آخر يغير رأي المواطنين البريطانيين. إذن الآن هي عملية ضغط إلى أقصى الحدود. الاتحاد الأوروبي يريد أن يستفيد من الضعف البريطاني أو من هشاشة الوضع البريطاني إلى أبعد الحدود، ويريد أن يرمي الكرة في الملعب البريطاني عبر طلبات محددة جدا. طيب، أنه موضوع الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، تحدث البريطانيون عن باكستوب، هم يريدون تفسير واضح لماذا تعني هذه الكلمة بالضبط. طيب سيدة وردة، على بريطانيا تقديم هذا نعم، يعني في ضوء هذا الحديث باعتقادك من هو الطرف الأميل إلى تقديم تنازلات أو الرجوع خطوة للوراء؟ الآن هذه هي المعضلة الآن، كيف سيتم حل المشاكل الخلافية التي تبدو للوهلة الأولى بلا حل؟ أعتقد أن الطرف الأميل لتحريك الخطوط الحمر هو الطرف البريطاني، والسبب لأنه الاتحاد الأوروبي يقول لدينا أساسيات ولن نستطيع أن نغيرها، أساسيات السوق الموحدة، الحريات الأربعة، حريات تنقل الأفراد، البضائع، رؤوس الأموال، الخدمات، لا يمكن فصلها كما أرادت السيدة مي. ويقول ميشيل بارني هذه الحريات بنيناها مع بريطانيا عبر شراكة على مدة عقود. فإذا البريطانيون يعرفون جيدا أن الاتحاد الأوروبي لن يتنازل عن هذه النقاط. إذن من يجب أن يحرك الأمور ربما بريطانيا، لأنه بالمجمل بريطانيا تبدو في موقف أضعف قليلا. طيب، ولكن ألا تتفقين سيدة وردة إذا أردنا أن خشية الأوروبيين أيضا تبدو ظاهرة وتبدو كبيرة إذا ما جرى البريكزيت دون اتفاق؟ في الظاهر نعم، هناك خشية من الطرفين، وقالها السيد بارني، خروج بريطانيا بدون اتفاق مكلف للطرفين، ولكن أوروبا تدرك جيدا أن موضوع الخروج بدون اتفاق موضوع يستعمل من قبل البريطانيين كتهديد. فإذا الطرف الأوروبي يقول هذا التهديد لن يخيفنا، نحن مصرون على الموقف. ولا أعتقد أن بريطانيا رغم أنها تلوح بموضوع الخروج بدون اتفاق، لا أعتقد أنها تستطيع تحمل الثمن السياسي والاقتصادي للخروج بلا اتفاق. فإذا الاتفاق حتى لو كان غير كامل على علاته سيكون في مصلحة الطرفين، أو على الأقل سيكون أقل ضرر للطرفين. لأن خروج بريطانيا بالأساس مسألة ضارة سواء للندن أو لبروكسل. نعم، شكرا لانضمامك إلينا سيدة وردة غانم الخبيرة في شؤون الاتحاد الأوروبي، كنت معنا من بروكسل.